المواطن اللي بيسمعنا بيقول لك طب وانا يعني هذا بالنسبه للماكرو او الاقتصاد الاكبر العجز والنمو وكذا. المواطن بقى بيقول لك طب وانا انا ونحن حضرتك عارف نحن دوله مستورده وبالتالي صحيح. اي صحيح. قرش في الدولار بيعني زياده في الاسعار، انا بقى هيحصل لي ايه؟ وهنا ده تاثير هذا القرار مجمل القرارات يعني على القطاع العائلي وعلى المواطن، كيف تراه؟ بالظبط يا فندم، أنا تابعت حديث معالي وزيرة التضامن الاجتماعي في يعني شبكة الأمان الاجتماعي، فلما نبص كده إنه عندي ما يقرب من 30% ممن يعيشوا دون خط الفقر في مصر، يعني تقريباً 30 مليون مواطن يعيشون دون خط الفقر. وأيضا هناك يعني عدد يصل إلى هذا العدد يعيشون مباشرة فوق خط الفقر، إذا المستحقين هم نفسهم الفئات اللي تحصل على رغيف في منظومة رغيف العيش والسلع التموينية، هم تقريبا هذا العدد اللي بيحتاجوا إلى مساندة من الدولة في هذه الحالة. الحزمة الحكومة يعني اتاحتها في هذه اللي هو 130 مليار سواء كان زياده في مرتبات العاملين بالتبكير زياده في مرتبات العاملين في الدوله اللي هم 6 مليون بمن يعودوهم لو ضربنا في 5 يبقى في 30 مليون يستفيدوا من التبكير بزياده في المرتبات والعلاوات الاضافيه. كمان هنجد انه يعني عندي أصحاب المعاشات كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي اللي عددهم 10.8 مليون يعني تقريبا 11 مليون هتزيد معاشاتهم ب 13% من أول أبريل برضو مبكرا، ده برضو احنا بمن يعولوهم ال 10 أو ال 11 مليون بمن يعلوم هو وزوجته مثلا على سبيل المثال نتكلم على 20 مليون أو أكثر زائد 30 مليون بمن يعلوم في الجهاز الحكومي موظفين يبقى عندي 50 مليون أو 55 مليون، هم دول اللي بيستحقوا في هذه الحالة المساندة من الدول. طيب. بالحزم المالية. سؤالي بقى هل شهادات ال 18% تعوض المواطن عن هو اتخبط خبطتين بصراحة يعني التضخم وده في العالم كله حصل تضخم يعني صحيح. امريكا بتشهد اعلى معدل تضخم 8% غير صحيح. مسبوق، اوروبا بتشهد اعلى معدلات التضخم، ولكن ارجع لمصر المواطن او الدوله الحقيقه شافت تضخم وصل ل 10% ثم شافت تحريك سعر بخفض سعر العمله 15%، ال 18% دي بقى اللي هي في الشهادات الاهلي ومصر بتعوض جزء من هذا يعني هذه مش عايزه اسميها الخساره ولكن من هذه الاثار. بص يا فندم يعني هنا في المفروض يبقى في تناغم بين السياسه الماليه للحكومه بالإجراءات اللي خدتها في الموازنة العامة للدولة بالمساندة للفئات اللي هي متضررة أو يعني تحتاج إلى مساندة وما بين السياسة النقدية للبنك المركزي، الحزمة اللي خدها البنك المركزي تصب في يعني في احتواء معدلات التضخم اللي هو كان 10% فبراير اللي فات مقارنة بفبراير السنة فاتت 10% مع تحريك مع استمرار في تحريك سعر الصرف ورفع سعر الفائده قد يرتفع معدل التضخم في شهر مارس اللي احنا فيه مع هذه الاجراءات، لكن مع وجود هذه شهادات الايداع ب 18% في بنك مصر والبنك الاهلي اعتقد ان هي تمتص السيوله الكافيه اللي تمكن البنك المركزي من احتواء معدلات التضخم زي ما حصل فيما سبق في نوفمبر 16 عندما قام البنك المركزي بتحريك سعر الصرف وايضا رفع اسعار الفائده في نفس الوقت